انا ليه اقبلك زي ما انت بيوم؟ على اي اساس اقبلك زي ما انت ماسك عليها سيديهات مثلا؟ لا مش هقبلك زي ما انت، ولا يصح خالص ان اي حد يقبلك زي ما انت بعيوبك، لانك فيك عيوب ومجبر تصلح عيوبك، لانك فيك عيوب ومجبر تاقلم تفكيرك على ان عيوبك دي غلط، انك شخص مؤذي. طب يا بدوي انا اهلي مش متقبليني بعيوبي، هم مش مجبرين اصلا يتقبلوك بعيوبك، مفيش حد ده على وجه الارض مجبر انه يستحملك زي ما انت بعيوبك، انت اللي مجبر عليه فعلا انك تصلح عيوبك دي. هو ممكن يتقبلوك بعيوبك لسببين او سبب واحد، يفضل الاثنين، انهم اكيد شايفين ان دي حاجه غصب عنك فهيستحملوك عشان انت مش مجبر على الحاجه دي اصلا لانها غصب عنك، او السبب الثاني ان هم شايفينك انك في حاله انك بتطور من نفسك في الحاجه اللي انت عندك عيوب فيها. غير كده هم مش مجبرين ولا اي حد تاني مجبر ان اصلا يستحملك في الحاجه اللي انت عندك عيوب فيها. انت كشخص ناجح مجبر انك تاخد بالك من كل كلمه بتقولها، لازم كل كلامك يطلع بكل منطقيه وصح، لانك مش شخص فاشل عشان تقول كلام غلط او تقول كلام ما تبقاش قد. لا، انت كشخص ناجح مجبر ان كل كلمه تقولها تمشي عليها وتنفذها، انك شخص بيزنس مان المفروض ان انت فاهم في كل حاجه وفاهم في المنطق والصح والغلط، وانت عارف الصح ايه والغلط ايه، فما ينفعش انك تبقى شخص ناجح وفاهم ان كل الناس مجبره تستحملك بعيوبك. لا ده مش صح. صح ان تشوف الناس حابه ايه وانت مش هتتضرر اللي الناس حباه فتعمله وتصححه، غير كده لا، انا مفيش حد مجبر على كده اصلا. طيب في حاله ان الناس اصلا مش متقبلاك حتى بعيوبك ومميزاتك، لا يبقى انت حاول انك تختار حاجه او تختار ناس معينه انت شايف ان انت صح فيها، فبالتالي انت طول ما انت شايف انك صح ما تركزش مع اي حد من الناس اللي بيقول لك ان دي عيوب، لان انت بالنسبه لك دي مميزات وانت شايف كويس قوي وعارف ان ده صح جدا ان دي مميزات، فما تسمعش بقى اي حد يقول لك انت فيك عيب كذا، ما هو العيب ده انا شايفه صح بالنسبه لي، فبالتالي مش مجبر خالص ان انا اغير من نفسي عشان انت شايفه ان ده عيب بالنسبه لي. لا هو صح ولا راسم طريق انا رايح له وعارف انا هوصل لايه في الاخر، فبالتالي بسعى لكل ده. طيب يا بدوي اهلي مش مستحملني او انا شايفين ان انا فاشل، طب ما هو طبيعي يشوفوك فاشل طول ما انت مش ناجح في حياتك فعلا، يعني انا كمحمد انا مش مجبر اصلا اشوفك فاشل او اشوفك ناجح. لا انت ممكن تثبت لي كمحمد انت ازاي ناجح وفاشل في حياتك، واسمعك لسببين، انك تكون شخص فعلا فاهم في اللي انت بتحكيه، او انك شخص اصلا انا بحبك فبالتالي هسمعك عشان انا احبك، او انا هسمعك عشان انا بحبك بس مش اكتر. انما في حاله انك اصلا مش فاهم ومش بحبك فانا ليه اسمعك؟ ليه تضيع من وقت؟ ده بالظبط اللي بيحصل مع اهلك واصحابك، فانت اختار ناس ايجابيه تطل عليك بالايجابي بس مش بالسلبي، لان السلبي ده هيضرك في حياتك وفي شغلك. سلام عليكم.